وضعت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش طفلتها الأولى واختارت لها اسم ديم، ونشرت دانا عبر سناب شات فيديوهات من المستشفى، وكذلك فعل زوجها الذي أكد أن الطفلة مثل القمر وهي نسخة مصغرة عن دانا. أول شيء الحمد لله رب العالمين على القمر اللي رزقنا إياها، فضل الله سبحانه اللي ميني دانا دندونة صغيرة. ومشكورين كلكم، وسامحوني ما قاعد أرد، وايد مشغول، يا عند بنتي تحت يا صعد فوق حق دانا، يا عند بنتي يا حق دانا، لين الحين اجتمعنا كلنا إن شاء الله دوم بغرفة واحدة. وطمأنت دانا المتابعين أنها بخير، وشكرت كل من سأل عنها موضحة أنها لم ترغب بأن يقلق عليها أحد، لذلك لم تعلن موعد الولادة، وأوضحت لمن سأل عن معنى اسم ابنتها بأنه جمع ديما المطر الذي يدوم في السكون. يعطيكم العافية، ما قصرتوا، وإحنا ما حبينا نشاغبكم ونقول لكم إن أنا اليوم بولد، وخلي الناس تحاتي معاي، بس الحمد لله كل شيء بخير وبصحة وعافية، بس والله أنا شوي تعبانة، يعني غطيت عنكم واعذروني. كما نشرت دانا فيديو لوالدتها وهي تقول إنها ترفض أن تحمل ابنتها. هاي أمه. هلا أمي. ليش لابسة وردي أمس واليوم؟ عشان دانا. مع الثيم. أنتي إيه بتسمينها دانا. دانا يعني هاي دندونتي. دندونتي. أنتي سميتيها ديم؟ كيف؟ أوكي. بس هي هذه أنا ما واضح ما أحنا دندونتي. أوكي. شو جا سوي فيها؟ بس ما أشيل. شيل ما أشيل. ليش؟ ما أشيل. تخاف. تحبهم لما يكونون بجاجيات شوية. أربع شهور عشان تدي، أنا راح أروح دبي ويكون بعد ثلاث شهور. حلو. يكون كبرتي وقعد عندك. وزارت الدكتورة خلود دانا في المستشفى وباركت للزوجين بديم. نوني والله. نوني والله. يوم حناسي الإيد. أموت أنا على اليول الحلوة، واي أكل تخاف دانا الزفنة. دانا هذه مع باربيكيو صوص. أكل. وكانت الطويرش قد نشرت في وقت سابق فيديو لجهاز الطفلة وغرفتها.